بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين نباتات وأشجار مثمرة، الفيديو بتاع النهاردة زي ما انتوا شايفين كده، شجرة الصبار دي أو الألوفيرا، كانت يعتبر معدومة ميتة منتهية. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي، الورق بتاعها مفهوش جل ويعتبر جافة تماما. احنا النهاردة هننقلها من القصيص وهنقول لكم على المشكلة والسبب اللي خلاها وصلت للمرحلة دي. شايفين الشجرة شكلها عامل ازاي. بصراحة صعبت عليا اول ما شفت الصبارة، صعبت عليا، قررت ان انا لازم اخدها وارجع لها الحياة تاني. اول حاجة القصيص اللي هي فيه، زي ما انتم شايفين الصبارة قدامنا، القصيص اللي هي فيه مفهوش فتحات صرف، ودي اكبر مشكلة. دي اول حاجة. الحاجة التانية التربة بتاعتها، الشجرة ميتة منتهية، التربة بتاعتها تربة طينية تقيلة، ودي اكبر مشكلة بنواجهها في الالوفيرا. شايفين الشجرة بصراحة صعبان عليا. هنا اهو زي ما انتم شايفين القصيص بتاعها ما فيهوش فتحات صرف، التربه بتاعتها طينه، اهي طينه تقيله. بصوا مش عارف اطلع منها طينه يعني متحجره قاسيه على جدر النبات وشديده جدا. شايف بصعوبه والله. والخلفة اللي طالعة منها الصغيرة دي بصراحة حاجة كانت صعبانة عليا اوي. هنقلها بقى من القصيص ده، او مش هنقلها، هعدل من وضعها في نفس القصيص برضو، بس هعدل من وضعها، احاول اقلعها، افضي القصيص من اشيل الزرعة من القصيص. الطينة بتاعتها ماسكة في القصيص زي الجبس. بحاول ان انا اطلعها عشان ما اذيش الجذور، مش عايز اشدها لفوق في الطينة الصعبة دي، هقطع الجذور وهأذي الشجر. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اطلعها بكل صعوبة. طينة جامدة جدا، زي ما انتوا شايفين كده. انا بحاول معاها بسايسها وبالراحة خالص، وما عنديش اي مشكلة اخد فيها وقت براحتي براحتي خالص. اهم حاجة ان انا ما اذيش الجذور، الجذر بتاعها. بسايسها كده بالطريقة دي، وبحاول معاها مرة واثنين وثلاثة، انا مش هزهق منها، انا براحتها خالص لحد ما ان انا اطلعها سليم. نضغط على القصيص كده، بحاول اعمل فراغ بين القصيص والتربة بتاعت الشجرة. الشجرة دي لما شفتها كانت عند صاحبي، فبصراحة صعبت عليا. قلت له الشجرة دي انا هاخدها وهرجعها لك تاني، بس هحاول ان انا احييها، لان هي بصراحة هو ما يعرفش حاجة في الزرع والشجرة. انا زعلت اهو طلعتها. بصوا بقى شايفين المادة الخضرة دي، ده من المية وعفن من التربة علشان ما فيش فتحات صرف والتربة تقيل. ده هو اللي بيأذي الزرع. بصوا مفيش جذر، مفيش جذور، الجذر يعتبر مش قادر ان هو يخترق الطينة دي او التربة دي، تربة تقيلة عليه. والخلفة اللي جنبها دي برضو مش هتقدر تكمل بسبب التربة اللي هي غير صالحة للزراعة بالمرة.
ممكن تكون تربة غنية بالعناصر وفيها عناصر كتير جدا كده. التربة دي اللي طلعناها نسيبها تتشمس، ممكن تكون تربة غنية بالعناصر بس هي تقيلة، لازم تتخلط، والخلطة موجودة على القناة. خلطة التربة اللي هي الصالحة للزراعة، عملنا 4 فتحات للصرف زي ما انتم شايفين، وفي نفس الجردل برضو او في نفس السطل برضو او في نفس القصيص برضو هنزرعها هي تاني، بس بالتربة بتاعتنا اللي احنا خلطينها، الخلطة بتاعتنا زي ما انتم عارفين. الخلطة دي موجودة على القناة، الخلطة دي انا مجربها، انضف واحسن خلطة ممكن تزرع فيها. قبل ما نحط التربة هنحط زي ما احنا متعودين قماشة عشان فتحات الصرف ما تنزلش معايا التربة، فتحات الصرف تنزل المية الزيادة بس، وان كان في املاح في المية ولا حاجة بس ما حس ان هي القماش يكون عبارة عن شاش، وياريت ما يكونش قطم عشان ما التربة ما تاكلوش اي نوعية قماش، وتكون جيدة الصرف برضو ما يكونش قماش مانع للتسريب. طبعا هنشيل كل بقايا التربة اللي في الشجرة بالطريقة دي كده اهو، بالطريقة زي ما انتوا شايفين، مش هخلي فيها حاجة. كل التربة شايفين الجذر بتاعها صغير جدا، او الجذر بتاعها صغير جدا بسبب ان هو مش قادر يخترق التربة، مش قادر يتمدد ولا قادر يكبر في التربة ولا قادر يسحب في التربة بتاعه. بصراحة كانت صعبان عليا الخلفة الصغيرة البريئة دي اللي ما ذنبهاش غير ان هي طلعت في قصيص زي ده. بعد ما حطينا القماشة بتاعتنا هنعبي القصيص بالتربة، والتربة دي اللي عايز يعرف المكونات بتاعتها موجودة على القناة. اعبي القصيص وبعد كده احط الشجرة معايا، اشوف كده مناسب ولا احتاج تاني. زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي بقيس الشجرة، فواضح انها محتاجة شوية كمان، احط لها تاني على قد ما هي محتاجة، وبعدين احط تاني كده تمام. كده انا بقى هغطي حواليها اهو، بحاول ان انا اضغط على التربة بحيث ان انا ما اعملش فراغات هوا. التربة زي ما انتوا شايفين معايا جافة خالص، ما بعملش بحطش مية ولا حاجة عشان ما اعكش وما اعملش واقعد اعك في الطينة، لا هي التربة معايا جافة خالص وبغطيها. زي ما شايفين بقى شكل الشجرة دلوقتي، وهنوريكم برضو شكلها بعد 4 ايام من نقلها، 4 ايام بس مش اكتر. بعد ما حطينا حواليها التربة كويس، وهنضغط برضو بايدينا نساوي التربة ما نخليش اي فراغات، هنرويها بقى بحيث ان احنا نشبعها تشبع تام وتشبع كامل، التربة كلها تتشبع. وبعد ما تجف هديها مية تاني بالطريقة دي كده لحد ما المية تنزل معايا من فتحات الصرف. هنا بقى شكل الشجرة بعد 4 ايام، مش هتصدق شكلها رجعت لها الحياة، اكنك اديتها حد تعبان واديته جلوكوز. بعد 4 ايام من حتى تحس ان الخلفة الصغيرة اللي جنبها فرحانة، بدأت للحياة. شايفين الشجرة شكلها بقى عامل ازاي؟ والله رجعت شجرة تاني. وما تنسوش لايك وشير وادعمونا، والسلام عليكم ورحمة الله.